العقارية والأجنبية ومنها الولايات المتحدة، عقب إرجاء اضطراري لإصدار مثل هذه القرارات جراء احتدام الخلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي حيال نسبة تمثيل كل منهما في المناصب الدبلوماسية الشاغرة. وأكدت المصادر أن الرئيس اليمني رفض إخضاع الترشيحات المتعلقة بشغل المناصب الدبلوماسية الشاغرة لمبدأ المحاصصة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل هذه منصب النائب الأول لرئيسه وبين تكتل أحزاب اللقاء المشترك. تقدم